فرحان جمال الناطق باسم تنسيقية المكاتب النقابية اللي كتمثل المهنيين المجازر. هاد الوقفة جات نتيجة لهاد الفوضى اللي كيعيشها هاد القطاع، وكاين غياب شبه تام للسلطة، لأن كاينة فوضى في هاد القطاع، لأن الذبيحة السرية ما بقاش سرية دابا، ولات كتمارس بشكل علني، وكذلك اللحوم المهربة اللي انتشرت بواحد الشكل فاضح، وجميع المسؤولين خبرناهم وراسلناهم، ولكن المسؤولين ما كاينش، كاين غياب، تنقول كاين غياب. والآن كنقول من هذا المنبر أن المستهلك صحته في خطر، أن المستهلك صحته في خطر، اللحوم كتدخل بشكل منظم دائما. فلهذا احنا خدنا هذه الوقفة احتجاجية كبداية للنضال، والنضال غيستمر بجميع الوسائل المشروعة على أنحاء الدار البيضاء، وما غنرجعوش حتى يتحقق المطالب ديالنا مشروعة. لا يعقل أن مجزرة تخسرت على ملايير من الأموال، وتبقى هذه المجزرة رهينة الذبيحة السرية. المهنيين تشردوا كلهم جميع شرائح ديالهم، وكانوا بعض المسؤولين كيراهنوا على التفتوت ديالنا حنا كمهنيين كنقابات. الحمد لله حنا اتحدنا في اطار تنسيقيه، واللي غيستمر هذا النضال بجميع الوسائل المشروعه الى حين يتلقى هذه الظاهره تمنع. حنا ما كنطالبوش محاربه، ما كنطالبوش محاربه الذبيحه السريه، كنطالبوا باغلاق معاقل الذبيحه السريه، وكذلك اللحوم المهربه اللي صبحت كتدخل بشكل علني. والمكتب الوطني للسلامه الصحيه كيقول بان الاسواق الاسبوعيه ما كتوفرش على الشروط الصحيه، فلهذا حنا كنطالبوا باش يتم اغلاق هذه الاسواق، هذه الاسواق اللي ما فيهاش ادنى معايير الشروط الصحيه. شنو هما الجهات اللي سبق لكم راسلتهم، وشنو هو الجواب ديالهم اللي تلقيتوا من عندهم؟ حنا راسلنا جميع المسؤولين، منهم والي الجهه، منهم والي الامن، منهم من هذا المنبر. حنا كنستغربوا دابا كمهنيين علاش حملات كيداروا على الذبيحه على 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 الحزام السلامه، وعلاش داروا حملات على الدراجات الناريه على الكاسك، وعلاش دارت حملات على زيرو ميكا؟ وهذه الظاهره كتبان لي انها خطر منهم كاملين. فاذا كانوا فعلا حارسين المسؤولين، حارسين المسؤولين على صحه المستهلك واقتصاد البلاد، خاصهم يحاربوا الظاهره، هذه الظاهره اللي يعني ولات خطيره اكثر من المخدرات. شنو الرساله اللي باغيين توصلوا الان في هذه الوقفه ديالكم اليوم؟ الرساله بركه، بغينا نقولوا بركه من التواطؤ، هناك تواطؤ، هناك جهات كتواطئ مع هاد، لان هاد الذبيحه السريه عندها جهات نافذه، وحنا بغينا من هاد المنبر نفضحوا هاد الجهات النافذه اللي اللي النفوذ ديالها قوي. فلهذا حنا راه ما راجعينش باي شكل من الاشكال، حنا اتحدنا من اجل استمرارية. كاين هاد المسير على قبل المارشي نوار كثر بكازا بزاف، ولا بحال هكا بنادم دابا السلعه كتمشي تما هنا البطوار ما كاينش خدمه، والسلعه كتجي من السواق بزاف. ديالاش هاد السلعه ديال اللحوم؟ الذبيحه السريه. الذبيحه السريه كيدخلوا دابا من الخارج على كازا، كنلقاو حنا معلقه في الحوان ديالنا حنا. انتوما درتوا شي شكايات للسلطات؟ درتوا شي حاجه؟ لا باقي ما درنا الشكايات هذه، ان شاء الله المسيره الاولى وغادي نزيدوا قدام. هذه الوقفه الاولى ديالك. اشنو كطلبوا دابا؟ كنطلبوا بالذبيحه السريه، السلطات تخدموا معنا بحال الذبيحه السريه تزير شويه.